كنا نحسب أن تسجيل الموردين وتقديم على المناقصات الحكومية شيء صعب ومعقد وبحاجة إلى خطوات ومراجعة تقديم طلب ونصير نتابع الطلب في الدوائر، بس مع بوابة الموردين الذكية صار الأمر سهل ومبسط من أي مكان وزمان. ما عليك إلا الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل ierp.ajman.ee وتعبي النماذج وتقدم الوثائق المطلوبة وتدفع الرسوم، وبيتم تصنيف الموردين والمقاولين والاستشاريين إلى فئات مختلفة حسب السياسة المتبعة، وبحد أقصى 3 أيام عمل يتم منحك شهادة تسجيل إلكترونية، وما في داعي لمراجعة الدائرة خاصة لأن باستطاعتك إنهاء كافة الإجراءات من خلال الجهاز الذكي أو الحاسوبة والحصول على كافة الخدمات الذكية بدءا من المشاركة في المناقصة والممارسات ومتابعة دفعات المورد. ومو بس كذا، تقدر تدخل وتشوف المناقصات والممارسات الحكومية وتقدم عليها من خلال البوابة، وبعد بتطرش لك الجهات المحلية إشعار عبر الهاتف الذكي والإيميل للمشاركة، والشركات الفائزة ستحصل على أوامر شراء وبشكل سريع وفعال. سجل وريح بالك مع بوابة الموردين الذكية والمتكاملة لإدارة عمليات تسجيل الموردين وأتمتة عمليات الشراء والمناقصات الحكومية.